عاملين ايه؟ النهارده هناخد حرف جديد. حرف ايه؟ حرف الواو. حرف الواو. واو وردة. واو وردة. واو ولد. واو ولد. واو ورقة. واو ورقة. طب تعالوا مع بعض نشوف حرف الواو بيتكتب ازاي. دورية فوق السطر ونزلت تجري. تاني. دورية فوق السطر ونزلت تجري. يعني افهم من كده ان راسها بس اللي بتبقى فوق السطر ونزلت تجري. تعال نكتبها تاني. دورية فوق السطر ونزلت تجري. كمان مرة. دورية فوق السطر ونزلت تجري. طب تعالوا نغني مع بعض اغنية حلوة جميلة. واو وردة ريحتها جميلة. واو وردة ريحتها جميلة. واو ولد مؤدب. واو ولد ولد مؤدب. واو ورقة بكتب فيها. واو ورقة بكتب فيها. دلوقتي يا حبايبي عايزين نعرف حرف الواو لما نحط عليه الفتحة هننطقه ازاي، ولما نحط تحتيه الكسرة هننطقه ازاي، ولما نحط عليه الضمة هنقوله ازاي. يلا مع بعض تعالوا معايا. هنحط على الواو دي الفتحة كده، هتبقى ايه؟ و و و. طيب تعالوا نحط تحتيها كسرة، هتبقى اسمها ايه؟ وي وي وي. طب تعالوا نحط عليها الضمة، هتبقى اسمها ايه؟ وو وو وو. يبقى احنا دلوقتي عرفنا واو عليها فتحة و، واو عليها فتحة و، واو تحتها كسرة وي، واو تحتها كسرة وي، واو فوقيها ضمة وو، واو فوقيها ضمة وو. يلا بقى نقولهم كلهم مع بعض تاني. و و وي وي وو وو. دلوقتي يا اصحابي انا جايبه لكم لعبه جديده خالص، ماشي؟ عندنا ايه؟ صل. صل. صل يعني ايه؟ يعني وصل. صل يعني وصل. طيب تعالوا نشوف الكلمات اللي معانا دلوقتي علشان نشوف هنوصلها بانهي حروف، تمام؟ اول كلمه عندنا ولد. ولد. ولد بتبتدي بحرف الايه؟ ولد. حرف الواو. برافو. تيجي نوصلها. واو ولد. واو ولد. طيب معانا تاني كلمة اسمها ايه؟ تفاحة. تفاحة. هنوصلها بحرف، برافو، التاء. تاء. تفاحة. تاء. تفاحة. عندنا اخر كلمة دلوقتي معانا سمكة. سمكة. هنوصلها بحرف الايه؟ سين. سمكة. سين. سمكة. برافو. دلوقتي بقى انا جايبة لكم معايا لعبة جديدة وجميلة ومسلية جدا 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 اسمها صندوق المفاجآت. تعالوا معانا نشوف ايه اللي في صندوق المفاجآت. يلا بينا. هو ده صندوق المفاجآت.
عايزين نطلع منه حروف ونشوف ايه الحرف اللي معانا في الصندوق. يلا بينا. حرف ايه ده؟ ه ه. برافو. شين شين شين. تعالوا ندور في الصندوق نشوف الصندوق هيبقى فيه ايه كمان. ايه ده؟ ايه ده؟ قاف قاف قاف. صندوق المفاجآت لسه فيه مفاجآت. يلا بينا نشوف فيه ايه تاني. الحرف ده حرف العين. برافو. حرف العين. عين. تعالوا لسه في تاني مفاجآت. تعالوا تعالوا. حرف ايه ده؟ حرف الذال. ذال ذال. برافو. انتوا شاطرين خالص. الله ده صندوق المفاجآت لسه فيه مفاجآت. حرف ايه ده؟ طاء طاء طاء. برافو احنا شاطرين خالص. عندنا لسه فيه حرف. الشاطرين وانا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين وهتعرفوه خدناه النهارده. حرف ايه ده؟ برافو برافو. واو واو واو. برافو. يبقى احنا النهارده يا ولاد اخدنا حرف الواو. اخدنا حرف ايه؟ الواو. وخدنا حرف الواو لما يبقى عليه فتحة نقول عليه وا وا. طب لما يبقى تحتيه كسرة وي وي. ولما نحط عليه ضمة هيبقى